بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا كلمتي بسيطة فما في داعي أسقط على المنصة واضحة. تتكلم عن التغيير الديمقراطي في البحرين. المقومات الأساسية لأي حكم ديمقراطي إذا كان فعلا يعتقد أنه حكم ديمقراطي فلازم هناك خمسة أعمدة يجب أن تكون موجودة فيه. لا أتصور أن أحد يختلف في هذه الأعمدة. أولها طبعا مبدأ المواطنة المتساوية، لا تمييز، كل المواطنين متساوون أمام القانون، عليهم لهم حقوق وعليهم واجبات، وبالتالي هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني مبدأ الشعب مصدر السلطات، يعني لا يمكن تقول أن هناك حكم ديمقراطي الشعب ليس هو مصدر القرار. ثالثا مبدأ التعاقد الاجتماعي، أن يكون هناك في دستور متعاقد، دستور متوافق عليه، دستور عقدي بحيث هو من يقر التغييرات. رابعها قيام الأحزاب والمجتمع المدني، حركة حيوية في المجتمع، هناك من لديه برامج سياسية يطرحها في الساحة ويتداول فيها السلطة. خامسا هذه أهم خمسة أعمدة للحكم الديمقراطي. أنا اليوم أتحدث عن المساواة والمواطنة كأساس للديمقراطية الحقيقية. لا يمكن أن نتحدث عن المادة الأولى في دستور مملكة البحرين، الشعب مصدر السلطات. الشعب مصدر السلطات إذا لم يكن الشعب متساوي، إذا كانت هناك طبقات تحكم تحتكر السلطة وطبقات تحكم تهمش يميز ضدها، لا يمكن أن تقول أن هناك شعب هو مصدر السلطات. في هذه الورقة أنا أريد بس أعطي أمثلة وعينات لحالة التمييز الفاقع في البحرين. واقعاً هذا الملف حساس، أنا أعرف أنه حساس. عندما تتحدث بالأرقام أن هناك تمييز ضد طائفة معينة، لا شك أن البعض قد يتحسس، قد يزعل، قد يغضب، لكن بدون مصارحة، بدون مواجهة للحقيقة، لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي حقيقي. لذلك أنا أطرح في التمييز، موضوع التمييز في البحرين، كلمات قليلة. التمييز في البحرين لم يبدأ من أحداث فبراير 2011. كل من يقرأ ومن لا يقرأ يستطيع أن يشاهد على الساحة، يشوف في أمس تعيينات صدرت من طائفة معينة فقط، لها الاحترام، لها التبجيل، لكن لابد من وجود مبدأ تكافؤ الفرص. هناك كلمة لطيفة أنا استوقفتني للسيد بسيوني رئيس لجنة أقص الحقائق، تحدث عن موضوع التمييز في البحرين في مقابلة مع قناة الجزيرة في مارس 2012. كان السؤال الموجه للسيد بسيوني بعد التعديل الذي تم من خلال لجنتكم وصدور بعض الخطوات التصحيحية من قبل ملك البلاد، هل نستطيع أن نقول أن هناك فسحة وانفراجة وتحقيق تقدم في الأزمة في البحرين؟ لاحظوا إجابة السيد بسيوني أن سبب المشكلة، مع حال هذا موضوع يختلف، سبب المشكلة الرئيسية في البحرين هي قضايا متعلقة بالمساواة السياسية بين الشيعة والسنة ومشاركة الشيعة في الحكم والعدالة الاقتصادية والاجتماعية. التقديرات تقول، يمكن هذا أخطأ تقديرات، أنا لا أريد أن أدخل، عندي عشرات المصادر في موضوع عدد السكان، لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، لا يهم العدد، أنا ما يهمني في هذا الموضوع هو المساواة بين المواطنين، قلة كانوا أم كثرة، كل له حقه. يقول هناك 60% من الشعب البحريني هم من الشيعة وحوالي 40% من السنة، السنة يسيطرون على السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشيعة يتم إبعادهم عن هذه السلطات. طبعاً السيد بسيوني لما يقصد السنة سنة يقصد السلطة، صاحبة القرار من الطائفة السنية هي من تتحكم
في السلطات. طبعا بعد هذا الكلام نريد أن يكون هناك مساواة وإنصاف على اعتبار مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة، يعني في كل التعيينات التي يجب أن تصدر للمواطنين في أي منصب من المناصب لا نطالب إلا بأن تكون شفافة فيها مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي من يكون سني أو شيعي أو يهودي أو أيا كان ديانته يستحق الوصول إلى هذا المنصب. ما أريد أن أعرض الآن من عينات، طبعاً هذا النظام في البحرين، الملك بعد أن عند الجيش والحرس الوطني والديوان الملكي هناك أكثر من 12 هيئة هي خارج الحكومة. عندنا الجيش والحرس الوطني والديوان الملكي ومجلس العائلة والمجلس الأعلى للدفاع، وعندنا الهيئة الخيرية الملكية، وعندنا مجلس الأعلى للمرأة، وعندنا ديوان الرقابة. كل هذه الهيئات تأتي فوق الحكومة، والحرس الملكي. تحت هذه الهيئات تأتي السلطات الثلاث: السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية. هذه المحاولة أن أريد أن أعرف كم للطائفة الشيعية في هذه السلطات الثلاث. ما أبغى أقول أنا أروح في كم في موجود في مجلس العائلة، صفر. يعني أنا أبغى أتحدث عن موضوع السلطات التشريعية. أمامكم السلطة القضائية تنقسم إلى ثلاث أقسام، تحتها المحاكم ودار التفتيش والنيابة العامة، ثم السلطة التنفيذية تحتها الوزارات والهيئات ومجلس الشورى ومجلس النواب. بعيدة طبعا تأتي الحكومة، عندنا 19 وزارة من المالية إلى المواصلات المنصب، يعني مناصب بعضهم نواب، رئيس الوزراء ونوابة، وعندنا بعض الوزراء مثل وزارة الخارجية، وزيرين موجودين ما شاء الله. عندنا بس كوزارات عندنا طبعا بعدنا الحكومة اللي تحتها الهيئات الرئيسية، هناك هيئات كثيرة بس الهيئات والشركات الكبرى أنا استعرضتها أمامكم: تنظيم سوق العمل، تمكين، مجلس التنمية، شؤون النفط والغاز تحتها جي بي آي سي، بنيغاز، تطوير، بابكو، بعدين الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للإعلام، التأمينات الاجتماعية، المجلس الأعلى للصحة، البنك المركزي، ديوان الخدمة المدنية، مجلس المناقصات، ممتلكات تحتها الفورمولا 1، طيران خليج، أسري، دافيلكو، ألبا، بعدين حماية البيئة ومؤسسة الموانئ. خلينا نعرف كم موجود في هذه المناصب في الطائفة الشيعية. أولا في الهيئات خارج الحكومة كما قلنا ديوان ملكي، ودفاع البحرين، الحرس الوطني، إلى كل هذه الهيئات القيادات العليا والمتوسطة وحتى الدنيا في بعضها صفر. عندنا السلطة التنفيذية الوزارات، عندنا مجلس الوزراء لو في رئيس الوزراء ونوابه وبقية الوزراء، عندنا 26. من 26 عندنا شيعة 6 وزراء، طبعا مو وزراء سيادية، وزارة العمل، هيئة الكهرباء، ومع ذلك 6 ما أعطيهم وزارة. وإذا تكلمت قالوا أوه السيد جواد سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، هذا منصب كبير. بالنسبة للوكلاء يتفاجئ الإنسان، يعني أنا حتى بالنسبة للوزراء أنا ما أصنف هني على هيئة أنه موالي أو غير موالي، ولم أتكلم عن معارضة وموالاة. أنا أخذت فقط شيعي أو سني. خب وزيرة الإعلام السيدة سمينة رجب شيعي، حطيناها شيعية، ما عندنا شو اسمه، يعني ما نحكم على توجهاتها، بس أنا أبغى أوصل حتى الموالين، يعني لا يثقون حتى في الموالين بحيث أن يوضعون في مناصب حالهم حال بقية وزراء آل خليفة. وكلاء استغرب، يعني 28 عندنا من الوكلاء فقط 2، واثنين قليل، يعني بس يلا حط 2 يعني. فعندنا من 54 منصب في مجلس الوزراء، أنا ما أتحدث عن مستشارين برتبة وزراء، بعد عندنا أكثر من 60 مستشار برتبة وزير أو ما يعادل
وزراء. كل النسبة اللي تطلع عندنا 15%، هذا حدودها ما لا يعني لا يمكن هذا السقف 15% بتشوفونه في بقية السلايدات يبدو ما يزيد عن 15% أن يسمح للطائفة الشيعية في مجلس الوزراء، كأن ما في أكفاء، ما في شخصيات وطنية شيعية تفوق ممكن أن تحمل مسؤوليات الوزارات. في الشركات طبعاً 10%، عندنا 90% طبعاً من الطائفة السنية الكريمة وآل خليفة. بعدها بالنسبة هاي مجالس الإدارات رؤساء الهيئات والشركات، يعني أنا ما وضعت الأسماء لأن أنا ما أشكك في بعض الشخصيات ولهم الاحترام، أنا كان ممكن أحط كل الأسماء الموجودة في الهيئات وفي الشركات، ولكن كل الرؤساء مثل ما وضعناه قبل في الهيئات قلبة. أنا اللي أبغى أقوله خصوصاً الآن في الحكومة 15%، لما تجي حتى على مستوى الشركات والهيئات ما تجد على رأس هيئة من الهيئات لا قلبة لا بابكو لا فورمولا 1 لا تمكين لا شخص شيعي. السلطة القضائية أنا يمكن أول مرة يصير لها جرد في موضوع السلطة القضائية. كل هذه الأرقام مستمدة من المراسيم والأوامر الملكية اللي صدرت بتعيين الشخصيات. طبعاً عندنا محاكم التمييز ومحاكم الاستئناف والمحاكم الكبرى والمحاكم الصغرى، عندنا حوالي 230 منصب. طبعاً هي أضفت معهم المحكمة الدستورية 7 في المحكمة الدستورية، 1 شيعي فقط. بعد عندنا المحاكم والنيابة العامة وإدارة التفتيش القضائي والهيئة التشريعية والمجلس الأعلى للقضاء. المجلس الأعلى للقضاء 9-2 شيعة. اللي بعده والنسبة 12%، ما بتزيد يعني حدك 15%. كل هالهيئات داخل المجلس داخل السلطة القضائية بما فيها من 230 منصب حدنا فقط حد الطائفة الشيعية 12%. اللي بعده السلطة التشريعية، يعني من يصمم السلطات يوزع المناصب العليا يدقق في عملية حصة كل من، لا شك الحصة الأولى تكون للعائلة ثم إلى الطائفة السنية الكريمة وبعدهم يمكن بعد شوية في بعد ناس وبعدها نجون الطائفة الشيعية. السلطة التشريعية عندنا طبعا الميثاق واضح، الميثاق تحدث عن وجود مجلس واضح ينتخب انتخاب حر مباشر ويتولى المهام التشريعية فاصلة إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص. لكن جاء دستور 2002 بحجة الخبير الدستوري اللي موجود دكتور حسين البحارنة، تم التلاعب وصدر دستور 2002 بصورة منفردة، ولم يكتفون طبعا بصدور دستور 2002 وانما ايضا بعد صدر مرسوم حتى يتحكم في الدوائر الانتخابيه. وبالتالي تجد مجلس الشورى 2010 تعيين من قبل الملك مباشره 40 عددهم، الشيعة 17 من ال 40، مجلس النواب انتخاب دوائر غير عادله مصنف الدوائر تصميم، اقصى ما يحصل عليه الشيعة مو الحين ثمانية شيعة موجودين في المجلس، بس أنا أخذ أقصى شيء ممكن أن يصل له الشيعة في أي انتخابات 18 مقعد. متبقي 5 دقائق أستاذ. تفضل. فلاحظ يعني التقسيم واضح، حتى في مجلس الشورى لا توجد أغلبية للشيعة، ما في ثقة. يعني أعطينا نفس النسبة تقريبا في مجلس الشورى 43، في مجلس المنتخب 45، بعد ما يوصلون ل 50%. وعندي هني لفتة في الانتخابات اللي جرت بعدها اللي جرت في 2010، طبعا في 5 نواب في 2010 فازوا بالتزكيه، اترك ال 2005 اترك الخمسه اللي قبلها، الاصوات اللي بعد ما نشيل عندنا 35 نائب فازوا بالانتخابات، مجموع الأصوات 130 ألف صوت.
إذا شلنا خمسة النواب اللي فازوا بالتسكين. أشارت الأرقام أن 17 نائب من جمعية الوفاق كمثال بس حصلوا على 82,838 صوت بنسبة 64%، بينما فاز 18 نائب من الأصالة والمنبر والمستقلين من الطائفة السنية حصلوا على كم؟ 47,000، نصف تقريبا. ومع ذلك 17 نائب حصلوا 17 نائب وال 82,000 للخلخلة الموجودة في الدوائر، توزيع الدوائر. هاي الممثلي الأصالة والمنبر عندهم حوالي 47,000، عندهم 18 نائب، بينما الوفاق إلا بعده بس مجرد مؤشر مقارنة بين المحافظة الجنوبية بأكملها لعدد الأصوات فيها 17,495 مقارنة بالدائرة الأولى فقط في المحافظة الشمالية 16,216. الدائرة الأولى لها نائب واحد، والمحافظة الجنوبية كلها لها 6 نواب، يعني تمييز فاقع. اللي بعده فوق شوي. احنا عادة انا اجريت جرد لكل القرارات، اترك الان السلطات الثلاث. السلطة حصلنا او حصلت الطائفة الشيعية في السلطة التنفيذية على 15% في كل التعيينات، وفي السلطة القضائية حصلوا على 12%، وفي السلطة التشريعية على 45%. لاحظ التعيينات التي تصدر. أنا أخذت أجريت تذكرون من الفترة الأولى 15 أغسطس 2012 من 14 فبراير، من اندلاع الأحداث في البحرين، اندلاع الانتفاضة في البحرين 14 فبراير 2011 حتى 15/8/2012، عدد المراسيم والأوامر الملكية والقرارات كان في حدود 198، عدد المناصب 296 مناصب، يعني مدير بالوكالة إلى وزير. نسبة السنة والخليفة 86%، نسبة الشيعة 14%. الفترة الثانية التي أجريناها كان في 16 تكملة، من 15 أخذنا 16 إلى تقريبا 31 يوليو 2013، نفس الأرقام تقريبا 14% 16%. جمعنا طبعا كل بعدها كل النسبة اللي حصلناها 15% تقريبا، هذه لحصيلة قرارات صدرت في 28 شهر. يعني اللي قاعد يعين مو ما يدري هذه النسبة 15% يجب أن لا تزيد للطائفة الشيعية، النهاية 15%. ما نريد أن نقوله طبعا، الغرض والهدف الأساس من إثارة هذا الموضوع عندما نتحرك في موضوع الديمقراطية، العمل يجب أن يتركز حقيقة على محاربة التمييز ومكافحة التمييز، باعتبار أن الأساس الأول لأي ديمقراطية حقيقية ولأي حكم ديمقراطي هي المواطن المتساوي، وبالتالي سنسعى جاهدين في المقالبة من أجل أن تكون هناك مساواة حقيقية بين المواطنين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.